تنزلي على طيران سورية وتوصلي على البلد وتكتشفي انه الاغراض ما بعتوا لك اياهم والشناتي ما بعتوهم، فهي الاكسبيرينس ما بتحصلوها غير حصرا بسوريا. ينزل هلا على الطيران السورية بيحسب حساب انه شناتيه ما لازم توصل، وخصوصي اذا نازل من الشارقة على الشام. طبعا احلى شيء وقت بيعطوك هيدي الورقة تبع شناتي تبعك، تعال خدها بعد يومين ثلاثة. تفضل وين؟ بس منين الشكوى؟ جبنا بس الشناتي، هاي بس رحلة الشام عشان تروح تجيب شناتيك من المطار. بعد كم يوم؟ 4 أيام لحتى جابوا. ببساطة قرروا الطيران السوري أن يقلبوا المستودع أو الستورج تبع اللاجج تبع المسافرين لنقل بضايع للتجار اللي عم تنزل. واحد قدامي معه 320 كيلو وزن زايد، بيقوم الشخص اللي موجود المسؤول عن الوزن بيقول له تفضل مو مشكلة، ادفع نص الوزن الزايد عليك ونص الوزن الزايد علي. كيف هي زبطت ما بعرف. فقرروا الجماعة أن ينقلوا بضايع للتجار، يقبضوا علي ما يقبضوا علي ما حدا بيعرف، بس بالآخر المسافرين اللي عم تنزل على الطيران السوري وخصوصي من الشارقة هتوصل من دون أي لاجج، وبيرجعوا بيقولوا لك ارجع خدها بعد يومين أو ثلاثة. بعد ما وصلت اكتشفت انه الناس صار لها عم تعاني من نفس الموضوع شهور وجماعة ما عم يتغيروا، فالقبض شغال وشناتي ما بتوصل وما في شيء رح يتغير. كل شيء حابب ينزل ويخسر شناتي يحجز على الطيران السوري. بالمناسبة اسعارهم اغلى من اسعار الاماراتية، يعني بتدفع $1000 روحة رجعة بس لتحجز طيران. والله المفروض لا حبيبي، احنا منطين فلوس ما منطين نوه، احنا جايين من العراق هنا ما جايين نموت. تبريد عاطل شغليه ماكو كعشي. ليش تخلون احنا ما مساعدنا مجاني بفلوس؟ شغلنا تبريد، ماتت هاي المره ماتت. لا ما انتم عندكم احساس في الطيران السوري. هاي مو خوش، هاي تشوف الحركه تنا وين اسمك؟ هاي الناس كلها تفي. استغفر الله تاخير، ما يصير هذا الحكي.